أهلا بكم من جديد. استهدفت وحدات حماية الشعب سيارة عسكرية تابعة للجيش التركي قرب مدينة عزاز في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة في صفوف الجنود الأتراك. يتزامن ذلك مع وصول وفد أمريكي إلى العاصمة التركية أنقرة لعقد مباحثات تتعلق بالشأن السوري ومخاوف تركيا بخصوص شمال سوريا، بحسب البيان الأمريكي. التقرير التالي والتفاصيل. عود على بدء، إذ تعود مناطق ريف حلب الشمالي إلى التوتر العسكري بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب، إذ أشارت الأنباء إلى استهداف وحدات حماية الشعب سيارة عسكرية تابعة للجيش التركي بالقرب من مدينة عزاز، ما أدى إلى وقوع خسائر متفاوتة في صفوف العسكري التركي. وستكون المدفعية التركية العسكرية في حالة جاهزية للرد المباشر، فوجهت نيرانها على مواقع وحدات الحماية في تل رفعت ومرعناز ومنغ، وهو الأمر الذي أدى على الفور إلى اشتباك عنيف بين الجيش الوطني من جهة ووحدات الحماية من جهة أخرى، ما أدى إلى توقف طريق عزاز. ولا بد من التذكير هنا أن الدوريات الروسية التركية كانت قد بدأت بتسييرها في مدينة تل رفعت في أواخر شهر آذار مارس الفائت حسب إعلان وزارة الدفاع التركية آنذاك، وذلك لضمان وقف إطلاق النار وتفعيل الطريق الدولي حلب غازي عنتاب ودراسة خطة لإعادة تأهيله. في كل الأحوال، فإن تركيا ما زالت تطالب بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 إلى 40 كيلومتر بمحاذاة الشريط الحدودي من شرق الفرات حتى الحدود العراقية بهدف إبعاد القوات الكردية. كل هذه المستجدات تتزامن مع وصول وفد أمريكي إلى أنقرة، وسيكون المبعوث الخاص جيمس جيفري على رأس هذا الوفد. لم يخفي البيان الأمريكي الصادر عن الخارجية الأمريكية أن المباحثات مع الأتراك ستناقش الشأن السوري، وستخوض اللقاءات في المخاوف الأمنية التركية بخصوص شمال سوريا في وقت يتجه فيه الجيش الأمريكي لتقليل وجوده هناك. كثرت اللقاءات الأمريكية التركية في الآونة الأخيرة، إلا أن ضيق التفاهمات لم يفضي حتى اللحظة إلى اتساع الرؤى السياسية لوضع حل نهائي بشأن هذه المنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ستكون عليه التفاهمات الروسية التركية. حول هذا ينضم إلينا جواد جوخ، وهو محلل سياسي من إسطنبول. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف علي تمي، عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا من أورفا. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جواد. وحدات حماية الشعب تستهدف بقذائف الهاون قاعدة مرعنازة التركية، ويذهب إثر هذا القصف قتيلا تركيا وعدد من الجنود الجرحى. كيف تتابعون هذه التطورات؟ وهل قرار الوحدات الكردية، وحدات حماية الشعب في تل رفعت، هل قرارها كان منفردا؟ هل تمتلك الجرأة على أن تقدم على هذه الخطوة، خصوصا في ظل الحديث عن عملية عسكرية تركية محتملة ضد تل رفعت؟ تحيات لك هذا لضيفكم ولمشاهدينا الكرام. أنا أعتقد أن الحكومة التركية تعتبر هذه الخطوة الخطيرة بأنها وحدات حماية الشعبية تلعب بالنار في المنطقة. بصراحة الحكومة التركية حساسة جدا بالنسبة إلى شمالي سوريا وتواجد قوات التركية هناك بالتعاون والتنسيق مع المعارضة السورية المعتدلة. بصراحة الحكومة التركية غير راضية عن مثل هذه الخطوات، بدأ واليوم كانت ردة فعل الجيش التركي كانت قوية جدا. بالنسبة إلى وحدات حماية الشعبية، لا زالت تركيا لا تتنازل عن مواقفها الثابتة تجاههم. بصراحة يعني بالنسبة إلى المفاوضات السياسية القوية مع الجانب الروسي والأمريكي، تركيا تحاول أن تكون قويا. يعني ما دام لستم موجودين في الساحة العسكرية لا تقدرون أن تتكلمون في الطاولة السياسية والمفاوضات. بصراحة الحكومة التركية سوف ترد ردا قاسيا بالنسبة لهؤلاء الانفصاليين في شمالي سوريا. سيد علي، بالنسبة إليكم كيف تابعتم هذه التطورات؟ يعني اشتدت حدة الاشتباكات بعد هذه الحادثة، واستهدفت المدفعية التركية عدد من نقاط وحدات حماية الشعب في تل رفعت. إلى ما تمهد هذه المواجهات برأيك؟ شكرا لك ولضيفك، وشكرا لمتابعين تلفزيون سوريا. حقيقة أنا بحسب
تابعت اليوم لآخر تطورات والأخبار في رفعت في الريف الحلب الشمالي. أنا برأيي ما حدث اليوم في تل رفعت بعد قصف استهداف نقطة تركية وسقوط الجندي هذا لا يخدم استقرار المنطقة. فهي أنا يمكن أنا يمكن اعتبارها رسالة روسية لتركيا بأن أي ابتعاد عن الوضع في أدلب أو مناطق أخرى يمكن استخدام أوراق كثيرة ضدك، يعني رسالة يمكن اختصارها بأنها رسالة روسية إلى تركيا. يمكن أنا أقرأ من هذا المنظور. أما ما حصل اليوم هو لا يخدم استقرار المنطقة. دائما التصعيد العسكري في أي منطقة المدنيين هم الذين يدفعون الضريبة، والشمال السوري بشكل عام المناطق الكردية عفرين ريف حلب الشمال لا تتحمل التصعيد العسكري حقيقة، لا تتحمل كون هناك عدد كبير من اللاجئين، الملايين من اللاجئين من مناطق سوريا المختلفة موجودين في هذه المنطقة، فبالتالي أي تصعيد عسكري في هذه المنطقة ستؤدي إلى كارثة إنسانية. فأنا برأيي الهدوء دائما هو يخدم الجميع في المنطقة. نعم سيد جواد، تزامن كل ذلك مع تحركات أمريكية، زيارة وفد أمريكي من المتوقع أن يصل أو ربما وصل الآن إلى أنقرة للتباحث، تباحث الملف السوري سيكون الأول على ملف المباحثات ما بين الأمريكان والأتراك. إلى ما ستخلص هذه المباحثات وهل ستأخذ رفعت محلا فيها؟ بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية بصراحة يعني في أسوأ حالات في تاريخ العلاقات بين البلدين، ومن جهة أخرى لا توجد ثقة حقيقية من الجانب التركي إلى الأمريكان، هؤلاء لا زالوا يدعمون الأكراد. وبالنسبة إلى منطقة الآمنة وحدات حماية الشعب تقصد؟ نعم في شمالي سوريا. نعم بالنتيجة هناك أيضا عدم الوضوح في قرارات الأمريكان لا زالت موجودة ومستمرة. نعم من تصريحات الحكومية التركية نفتهم أن هؤلاء لا زالوا يريدون أن يجدون حلا وسطيا بينهم وبين الأمريكان، لكن كلما تقترب تركيا من الجانب الروسي تبتعد من الأمريكان، هذا الأمر واضح جدا. لكن بالنسبة لمنطقة تل رفعت نعم كأنه المنطقة يعني بحاجة إلى تغيير جذري في المنطقة بشكل عام، كما قال ضيفكم لا تتحمل المنطقة تحركات عسكرية. بصراحة الحكومة التركية تحاول أن تستقر قواتها هناك، كل المناطق التي تسيطر عليها قوات التركية كانت هناك كان واضحا الهدوء والمواطن كان يعيش بالسلامة. تركيا تحاول أن تنتشر هذه. طيب فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، يعني هو تل رفعت مرتبطة بالنهاية بروسيا أكثر منها ما تكون مرتبطة بأمريكا. اليوم هناك أنباء عن انسحاب روسي من تل رفعت، طبعا تم نفي هذه الأنباء ولكن يوجد هناك أنباء حول هذا الموضوع، والمنطقة أيضا مرتبطة بتفاهمات تركية روسية حول فتح الطرق الدولية، طريق N5 طريق حلب غازي عنتاب الذي يمر من تل رفعت، يعني مرتبط بتفاهم دولي. كيف سيتم حل الموضوع بالنسبة لتركيا سيد جواد؟ يعني كان القرار سابقا في المفاوضات الروسية التركية أن تقوم قوات التركية بالدوريات في منطقة تل رفعت، لأن أحد المناطق التي مستقرة فيه وحدات حماية الشعبية الكردية بصراحة. والحكومة التركية لا زالت تحاول انسحاب هؤلاء المتمردين والانفصاليين من هناك، لكن الذي يبدو أن الجانب الروسي أيضا يستعملهم كورقة ضغط على الجانب التركي، لأنه من النقاط القريبة جدا على المنطقة الحدودية التركية السورية، وكانت من هناك هجمات إلى الأراضي التركية أيضا. لكن بصراحة تركيا عندها أمل أن تأخذ نتائج ملموسة وخطوات عملية بالنسبة إلى منطقة تل رفعت، لأنه في المفاوضات الروسية دائما
تأخذ نتائج ملموسة، بخلاف الأمريكان التي لا تساعد الجانب التركي في أي خصوص في شمالي سوريا. هل تتوقع سيد علي أن تخرج المباحثات التركية الأمريكية بشيء حول موضوع تل رفعت، أيضا موضوع منبج الذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب أيضا، وبقيت المدينتين يعني ضمن بازار سياسي ما بين الأمريكان والأتراك والأتراك والروس من جهة أخرى أيضا؟ نعم، أنا برأيي هناك صراع، إن صح التعبير طبعا، هناك صراع روسي أمريكي على تركيا. هناك معادلة تقول من يمتلك تركيا يمتلك المنطقة، بمعنى تركيا لا شك تمتلك موقع جغرافي مهم جدا في المنطقة، متعلق بوضع الإيران، متعلق بوضع داخل العراق، متعلق بوضع داخل روسيا. فهناك صراع روسي أمريكي على تركيا، فبالتالي تشعر، أنا برأيي روسيا تشعر في الفترة الأخيرة معها إيران والنظام السوري، تشعر بأن تركيا تتوجه شيئا فشيئا نحو الأمريكان. أنا باعتقادي، أنا برأيي تركيا، الأمريكان لن تتخلى عن تركيا، هذا أنا كرأي شخصي أقول أنه الأمريكان لن تتخلى عن تركيا مهما حصل. هناك ما يربطه، ما المصالح المشتركة بينهم هو أكثر ما يفرقهم طبعا. فأنا برأيي المحادثات التركية الأمريكية فيما يتعلق بشرق الفرات، فيما يتعلق بمنبج، ستتمخض عنه تشكيل دوريات مشتركة في مناطق شرق الفرات مع تشكيل إدارة جديدة في شرق الفرات تتوافق عليه تركيا، لأن أي إدارة في شرق الفرات، أنا ككردي سوري أتحدث معك ومن جانب المسؤولية، أي منطقة أي إدارة تتشكل في شرق الفرات تكون غير راضية عنها تركيا فهي لن تلقى النور ولن تنجح. لذلك هذه المنطقة، هذه الإدارة بحاجة إلى الفتح المعابر، بحاجة إلى الهدوء. فأنا برأيي مصالح كرد سوريا مصالح هي مع توافق تركي أمريكي. فالروس دائما سياستهم تستند على الخداع والكذب، تلاحظون ما يجري في أدلب وقصف المدنيين يوميا. فهذا دليل الروس يحاولون توجيه أكثر من رسالة إلى تركيا، مفادها أي تحرك في أدلب، أي تحرك نرد عليك في تل رفعت. معروف كما قلت أنت كما قلت أنت يعني تل رفعت هي منطقة نفوذ روسية لا شك، والروس لن ينسحبوا من تل رفعت، هذا يعني محسوم، هذا أنا بالنسبة لي محسوم هذا. فبالتالي يعني الروس يشعرون في الفترة الأخيرة بحسب سياستهم، بحسب ما يتم نشره على الإعلام الروسي الرسمي، إنهم خدعوا من قبل الأتراك. فموضوع الروسي وموضوع الأمريكي متعلق بصواريخ ومتعلق بموضوع باتريوت، هناك أكثر من ملف متعلق، لكن لا شك هناك كما قلت سابقا هناك صراع أمريكي روسي على تركيا، فبالتالي من يمتلك تركيا سيمتلك سوريا. هذا لا شك. سيد علي اليوم إلى ما ترمي برأيك، من وجهة نظرك سيد علي، إلى ما ترمي وحدات حماية الشعب من خلال تحركها هذا؟ يعني من الواضح بأنها مدفوعة من جهة معينة، ما الهدف من هذا التحرك برأيك؟ الهدف كما قلت هو رسالة مزدوجة، رسالة من النظام السوري، الإيرانيين، الروس، رسالة إلى الأتراك بأنكم أي تقرب من الأمريكيين يمكن استهدافكم، يمكن استهداف جنودكم من خلال أحدث سلاح. أنت ملاحظ اليوم السلاح الذي قصف فيه نقطة التركية، والسلاح حديث جدا، سلاح موجه، سلاح نادر، خاصة حتى المعارضة السورية منذ 8 سنوات لا تمتلك هذا السلاح الذي استهدف فيه اليوم. فسلاح والتوقيت رسالة مباشرة إلى تركيا، فمفادها أي تقرب من الأمريكان سنكون لكم بالمرصاد. هذا المختصر. فكما قلت سابقا، خصوصا بأنه تزامن هذا الهجوم مع زيارة الوفد الأمريكي إلى أنقرة اليوم. أختم معك سيد جواد كوغ، إلى أين يمكن أن تؤول الأمور في حال استمرار المواجهات، وما هي السيناريوهات المحتملة لقضية تل رفعت، التي يعني هذه القضية التي دائما لا تغيب عن شاشات التلفاز؟
يعني بصراحة مهما تكون الاشتباكات هناك، تركيا سوف تستمر في دعم المعارضة السورية المعتدلة بصراحة، لأنه لا تريد قوات التركية أن تكون قوات غزو في المنطقة. من جهة أخرى نعم، ردة فعل التركي لا زالت سوف تكون قويا، لأنه الحكومة التركية لم نرى أي إشارة من تنازل بالنسبة لوحدة حماية الشعبية. بصراحة الكل يحاول أن يكسب ما كسبه سابقا من الأراضي السورية لأن تكون قوية في المفاوضات مستقبلا. والحكومة التركية بالنسبة لمنطقة تل رفعت أيضا سوف تأخذ تدابير، ولربما دخول قوات ودبابات التركية أكثر من سابق للحماية عن قواعد العسكرية التركية هناك. شكرا جزيلا لك جيوات كوخ المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول. كما لا أنسى أن أشكر السيد علي تمي، كان معنا عبر الهاتف من أورفا وهو عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي في سوريا. مشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، تابعونا على سوريا دوت تي في. لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية، إلى اللقاء.